عليكم. راتبي أقل من راتبه، هو متزوج وأنا لا، يسافر وأنا في البيت، عنده أولاد وأنا ما عندي، يملك بيت وأنا مستأجر. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك، لا ترهق نفسك أخي الحبيب أختي الكريمة بالمقارنات، لأنه كلما اتسعت عيناك أخي الحبيب أختي الكريمة ضاق صدرك. وارض بما قسمه الله لك واشكره على نعمته تكن أغنى الناس. وثق تماما، لا يوجد إنسان على هذه الدنيا أعطاه الله كل شيء، وأن ما تملكه الآن قد يتبناه غيرك طول حياته.